الجيف واي، ولكن ماشي مشكل. الهديه الكبرى اللي غادي تكون، اللي هي طقم من ذهب. يا سلام، ماشي اي طقم، شوفوا مختاريه لكم اسماء بيوتي من الدق ديالها. الطقم اللي هو القسيمه ديال الشراء ديالو 10,000 درهم. طقم الصراحه واعر، طقم شي حاجه اللي طوندونس ذهب. نتمنى ان الصراحه اللي تفوز به تكون يعني من الناس اللي فعلا محتاجه. المهم هذا هو الهديه الكبرى، واللي هي الطقم من ذهب. شوفوا كيفاش دايره السنيسله ديال اليد الخويت. المهم سمحي لي الا جات على خاطرك، معليش نشنو لك نشنو باش تشوفي يا الحبيبه كيفاش دايره. المهم سمحي لي نقيس روحي، فريمون رائع. شوفوا كيفاش داير هو كيما فكرت ليك في الطقم، حيت راكم عارفين انا اسم بيوتي كنموت على شي حاجه سميتها الذهب. ما نسيتش وليداتكم، فغادي نربح 4 ديال لي طابليت. بلاتي نحيد هذا، 4 ديال لي طابليت سامسونج بالنسبه للوليدات. كما عارفين دابا مع الحجر الصحي الوليدات قنطو. المهم عندي 2 هنا في الكحل وعندي 2 في البيض، وكل عادة ماشي مستعملين وباقي نقيين، فكلهم باقيين جداد وكنتحمل المسؤوليه ديال هضرتي. باقيين جداد بلي بلاستيك ديالهم ما مستعملينش. الهديه الثالثه من بعد الطقم ومن بعد 4 ديال لي طابليت، واللي هو بيسي بورتابل كما كتشوفوا معايا. بيسي الصراحه غادي نهنيك، بالنسبه الى كنت يوتيوبرز غنهنيك من المونتاج. بيسي بورتابل هديه لي انا متاكده انها غتعجبكم، وبان بزاف ديال الناس كيبغيو ان يكون عندهم بيسي، مي لحد الله يحسن العوان كاين لي ظروفه ما كتسمح ليهش انه يكون عندهم. والهديه احسب 1 2 3 4 واللي هي 10 ديال الناس غيربحوا 1000 درهم لواحد. فما عليك الا تدخلي الباج اللي كنطاقي لك هنايا وتابوني عند الناس كاملين اللي مابوني. ما تنسيش ليا الباج ديال المسابقه، ديري ليها ابوني. ما تنسيش لا فيديو اللي دايره لك لتحت تكومونتي فيه وتاقي 3 صحاباتك. البارح وللاسف ربحوا الناس، والصراحه واحد منهم اللي لقيناه ما داير الشروط ديالهم. الصراحه لوجيسيال باش درنا السحب البارح هو كيطلع الناس اللي ديجا دايرين الشروط. فكنتمنى انك تعرفي كيفاش تشتركي باش حتى الا فزتي ما لقاوكش ما دايرش الشروط وتانيلي. المهم انا كنتمنى ان هاد لي كادو هادو يكونوا عاجبينكم. كما كتشوفوا 4 ديال لي طابليت سامسونج بيسي بورتابل طقم من ذهب، او 10 ديال الناس عفوا اللي غيربحوا 1000 درهم لواحد. كنساينكم باش انكم كلكم تشاركوا. الهمزه ديال الهبال مع اسماء بيوتي، اكبر مسابقه ديال الجيف واي في المغرب، بزاف ديال الهدايا. فائز بطقم من ذهب بقيمه 10,000 درهم، 4 ديال الفائزين بلوحات رقميه سامسونج، وفائز بجهاز حاسوب من الطراز الرفيع، 10 ديال الفائزين بقيمة 1000 درهم. يلا شارك وكون من الفائزين. تابونا لهاد الناس اللي كاينين في هاد الكونت هذا، وطاقي 4 ديال صحابك في هاد البوست. بنات ودراري، اسماء بيوتي كاتمنى لكم رمضان مبارك. مع اسماء بيوتي كل شي رابح. قالوا لي هو كيفاش تشاركي، كتجي هادو هما لي ستوري اللي دايره اسماء بيوتي ياك. كنجي هنايا ديك الباج اللي هي طاقات لينا، كندخلوا ليها وكنديروا ليها ابوني، وكنجيو لهنا كنديروا ابوني لدوك الناس اللي كاينين. المهم ما كتاخذش من وقتك حتى 5 دقائق، شاركي وجربي حدك منك من عباد الله. الناس كاملين كيشاركوا، علاش لا ما تشاركيش؟ وحنا كل نهار وان شاء الله كل مره كنربحوا ناس، فالله يقدرنا اننا نربحوا كتر وكتر. المهم ما نتمناش انك تربحي وفي الاخر تلقاي راسك انك ما دايرش هاد الشروط وتضيعي الفرصه ديال الهديه ديالك. المهم كديري ليهم كلهم ابوني. الحاجه اللي ما تنسيهاش هو ان هاد لا فيديو هذا ضروري انك تجي وتلايكيه، وتجي هنايا وتكتبي شي حاجه وتطاقي 3 صحاباتك. حد سعيد.